تأخرنا على ماجد وإحنا أخرى الطيارة. إيه أنت بتضلك ساعتين على المراية؟ والله حلوة بتاخدي العقل، هو بيعرفك حلوة وأنا حاسة حالي كأنه ما لطعمي روحتي. ما إيه منولة، ليش أنا بستغنى عنك حبيبتي؟ طبش قلبي. وهلأ بس نوصل ماجد على المطار، منمرق بطريقنا على معرض المكياجات ومنتبضع لنا وللمحل. عن جد؟ ألو أهلين ماجد حبيبي، خمس دقايق بكون عندك. ما رح أقدر أحكي معك لأنه عم سوق. يلا انتبهي انتبهي. هربي 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 إيمان، بسرعة بسرعة. يا رجلي يا رجلي. مين هدول؟ ما تطلعي لورا. شو صار؟ ضربتي للزلمة يمكن مات. لا هربي. شو مات؟ الصدمة خفيفة. لك ما بصير بالحوادث خفيفة ولا مو خفيفة. ما تطلعي لورا، ما تسألي هيك سؤال. لك ما تقوليها. ما بتعرفي هلا هدول اذا حدا من اهله موجود يعني ممكن دغري يفور دمهم ويعملوا لنا شيء قصه. خليكي ماشيه. يا الله يا ربي، يا الله شو عملت يا ربي؟ وين طلع لي هلا وقته؟ خلص يا ربي، لا تفكري بهالقصه. انا حبيبي ولا يهمك، لسه معي وقت. بس شو شايف هناك؟ مكتوب شبه. ما في حبيبي، الآن شوي على السفر. يعني هذا اللي بسموه حب؟ طبعا حب حبيبي. عندك شاب؟ أكيد لا، بس أنا مو هاي أول مرة أسافر. بعدين سفرتي كلياتها على بعضها أسبوعين. شو مستقل لهم أسبوعين؟ بفهم من هالشيء إنك ما رح تلحق تشتاق لي هالأسبوعين. الله يسامحك، أنا من هلا مشتاق. يلا يا جماعة رح تروح الطيارة. إن شاء الله أنا بس وصل لهنيك بشوف شو نازل أنواع جديدة من المكياجات وبعتلكهم مع الطلبية اللي بعتلك فيهم، وبس ارجع لهوني بنتحاسب. بس يعني بدي أقول لا تنسونا من نسبة الأرباح. إيه أنا والأرباح والمحل وكلنا تحت أمرك، بس أنت ترجع لي بالسلامة ولا تطول الغيبة. ها بتعرفني ما بقدر على غيابك. ليش أنا اللي بقدر على غيابك؟ أحم أحم، نحن هنا. مثل ما ودعتي تلاقي إيمان. لك شو بدنا نضحكي شوي؟ اضحك كيف بدي اضحك؟ شبه دعسته ويمكن كون قتلته، يمكن مات. يا الله بلكي قصدوا لي وعرفوا انه انا اللي دعسته وهربت. يا ريتني وقفت وسعبته. يا ريت. لا شو تأسع فيه؟ غيرك بأسعفه. احسن شي عملتي انك تهربي. انت ما بتعرفي شي عن فور الدم الاهل لما بيشوفوا ابنهم مقتول او ميت قدامهم، بكل بساطة ممكن ياخدوا تارو منك بدون تفكير. على القليل بكون عرفت شو صار له، بلكي بقدر بعمل له شيء. لك هذا شاب. طيب اذا هيك اطمني، انا رح احاول اعرف لك كل شيء بالضبط وبخبرك. بس انت ليش مكبره الموضوع؟ ان شاء الله خير. اسمع منك. هلا اذا الوحده خطيبه سافر بتبطل تاكل وتشرب؟ ايه انا كان خطيبي على طول مسافر وكنت اكل واشرب. شبني شو هالجيل؟
وش ما يكون صار له شيء يا رب. شبك حبيبتي؟ من لما اجيتي وانت مالك على بعضك؟ ايمان القصه مو قصه سفر خطيبك. لا بلا ماما، بس ما بعرف هالمره ماني مرتاحه لسفرته. شو حيقضي لي العمر كله سفر يعني؟ والله يا بنتي انا مالي فهمانه عليك. دبريني اشربي كاسه هالشاي وروقي دمك. هدي حالك يعني، مات الله يرحمه هذا نصيبه، بس لازم نفكر بعد موته شو بدنا نعمل. ليش شو بده يصير اكثر من هيك؟ قلت لي مات. المشكله انه مات، هي المشكله. يعني ما بنعرف، بجوز حدا اخذ رقم سيارته، يعني بجوز عنده اهل بدهم يطالبوا بحقه بدمه، يعرفوا مين اللي عمل هالعمله. وشو ما بنعرف كل شيء، هاي مصيبه، هاي كارثه. انت هدي لي حالك شوي، ما تاكلي هم، اتركي كل الموضوع علي. انت معلمتي وغالي علي كثير، معقول اتركك بهالورطه لحالك؟ تسلمي لي يا منى، الله لي غيري وطلعي من هالورطه باي تبر. ولا يهمك ولا يهمك، بس ما لازم حدا يعرف بالحادث ابدا، حتى امك. ما بدنا كثير يصير اخذوا عطى بالموضوع ولا شوشره لحتى نخلص من هالورطه. فيني واقف على رجلي ما عاد عم يحملوني. حبيبتي روحي روحي انت عيدك، روحي ارتاحي وانا بضل بالمحل ما تعكيها. يا عمي عمو، مرحبا.
بعد.